إنه الأهلي يا سادة. منذ نشأة القلعة الحمراء في عام 1907، أي لأعوام تمتد ل114 عاما، وجماهير النادي الأهلي العريضة ومجالس إدارته المتعاقبة واللاعبون والأجهزة الفنية على مر العصور لا يرضي غرورهم تحقيق مركز الوصيف في أي بطولة، خاصة بطولة دوري أبطال إفريقيا التي حصل على لقبها للمرة العاشرة في إنجاز كبير على مستوى كرة القدم في قارة إفريقيا بل والعالم بأسره. المارد الأحمر دائما ما يبحث عن تحقيق الألقاب والإنجازات والتفرد بالأرقام القياسية، بل وتحطيم هذه الأرقام القياسية، ولما لا، فنحن أمام نادي القرن شاء البعض أم أبى. باعتراف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في 22 من مايو عام 2001، بعدما تسلم المايسترو صالح سليم رئيس النادي الأهلي وقتها جائزة نادي القرن العشرين في إفريقيا خلال حفل أقيم بمدينة جوهانسبرغ. ومن بين هذه الأرقام القياسية التي لا يزال يحققها المارد الأحمر، وصوله مؤخرا إلى أفضل ترتيب له في التصنيف العالمي للأندية وفقا لموقع فوتبول داتابيز المتخصص في تصنيف أندية كرة القدم على مستوى العالم. وقفز النادي الأهلي إلى المركز 25 عالميا برصيد 1759 نقطة، متقدما 41 مرتبة. وتجاوز المارد الأحمر العديد من الأندية الكبيرة، ومنها على سبيل المثال توتنهام الإنجليزي، ليون الفرنسي، فلامينغو البرازيلي، وروما الإيطالي. وجاءت قفزة النادي الأهلي الكبيرة في الترتيب بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه على حساب نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بفوزه عليه في النهائي الذي أقيم على ملعب محمد الخامس بالمغرب. وتربع النادي الأهلي على عرش صدارة الأندية العربية والإفريقية بعد أن فرض المارد الأحمر هيمنته على الساحة الإفريقية في المواسم الخمسة الأخيرة، إذ توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، كما خاض المباراة النهائية للمسابقة القارية عامي 2017 و2018، وفاز بكأس سوبر الإفريقية عام 2020. بينما جاء الزمالك في المرتبة 135 عالمية برصيد 1580 نقطة، والثانية عربيا وإفريقيا، ويليه في ترتيب الأفضل إفريقيا أندية سان داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، الوداد المغربي، النجم الساحلي التونسي، الهلال السوداني، وفيتا كلاب الكونغولي. أما عالميا فقد تربع فريق بايرن ميونخ على عرش الصدارة برصيد 2050 نقطة، متقدما على مانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 1982 نقطة، وتلاهما نادي إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثالث برصيد 1944 نقطة، بينما اكتفى ريال مدريد الإسباني بالمرتبة الرابعة برصيد 1937 نقطة، وبرشلونة بالمركز السابع برصيد 1889 نقطة.